والله لازم نعيدهم بلغتهم، وهنا عيدنا واحد يعني بالنتيجة، وقت نفرح الزيديه كمان احنا نفرح حتى ما كان عيدنا، ونقول لهم عيدوا بروزبي للجميع اينما كانوا، باوروبا ولا مخيماتهم ولا بسنجار العاصمه اللي لازم كلهم ينظرون لنظره عاصمه يعني سنجار، وان شاء الله يعود عليهم تكون راحه الاحزان وتبدلت بافراح. والرسالة نستغل فرصة مجيئكم لإخواننا الإزيديين وكبار الإزيديين والمسموع كلمتهم باليديين أن يوحدوا صفوفهم وأن يجتمعوا في هذه الظروف. هم يظلون يعني إذا ما إيدهم وحدة يظلون ضعاف يعني، ويطمع فيهم الغرباء أيا كانوا الغرباء، وأي تفكيك الإزيدية يضرب الإزيدية، والشيء اللي يضرب الإزيدية أيضا يضربنا، لأن إحنا وياهم في أخوة طويلة وعريضة وعمر مئات السنين، فريدهم أنهم يد واحدة وينسون الخلافات الجانبية وما يقبلون التحريض من أين كان. ونأمل والله هذا للجميع يعني بالمنطقة، بس بالإزيدية بشكل خاص يعني، أن لا يتأثرون في موضوع الطمع المادي أو الطمع الوظيفي بأمر ما يفكك الإزيديين. فحنا من وعينا الإزيديين هم رجل واحد يعني، رأينا أيام خيري بيق وتحسين بيق وما قبلهم ما نعرف الإزيديين إلا رجل واحد يعني، كلهم برأي واحد، كلهم موقف واحد، كانوا بالأعياد يجونا أو نجيهم يعني مجتمع يشرف بوحدته، ووحدة أي شعب هي قوته يعني، إذا ما يريد حاله قوي لا يمكن يكون قوي إذا هو متفكك. ومفروض من هالعبر اللي صارت بهالفترة الطويلة من أحداث 2011 إلى الآن، هاي درس لمن يعتبر يعني، ما في واحد قال أنا هذا إزيدي وهذا مو إزيدي، اعتبرهم كلهم إزيدية وفعلوا ما فعلوا بهم، ولو هذا الفعل أذانا وجرحنا كثيرا، لكن اللي جرحنا أكثر إذا استمروا في الخلافات. هاي وصيتنا وهاي مناسبة العيد الكريم هذا الموجود، وخصوصا هم صيام الآن، فهذا الصوم مشان يقربون لله أكثر، اللي يقربهم لله أكثر وحدتهم أيضا، محبتهم لبعضهم. الله يبحث عن محبة الناس بينا، ما يبحث عن الكراهية ولا يبحث عن الخلافات اللي أسباب مادية أو زعامية، لأن كلها فاضية. والمنطقة الآن لا تعيش مشان زعامات، تعيش مشان السلامة فقط، اللي الله يسلمه ويفكه ويقدر يعيد ديرته ويعيد هله ويقعدون. فتحياتنا على كل حالات، وتبارك نبارك لكافة الإزيديين إن كانوا بأوروبا ولا موسكو ولا بأطراف الدنيا وبالمخيمات بشكل خاص، وبالنسبة لنا وعلى رأسهم سنجار وأهل سنجار. والله والله أتصور يعني الإزيدية يجب أن يحترمهم كل من حولهم، خصوصا دوليا يعني، لازم يسوي حساباته هذا إذا هو عدو للأكراد ولا عدو للعرب. لا يعني الناس يعني كل شيء صار مع الناس يعني لازم يقتل، جريمة هذه يعني ما غير مقبولة بالنسبة لنا. نريد احترام الإزيدي حتى إذا كان شيء البارود مع طرف آخر، بالضرورة الإزيدي يكون له حشمة، لأنه هو في مأساة الآن وفي وضع قد يكون عندنا ولا عند غيرنا، عند الإدارة الذاتية ولا عند طرف آخر، قد يكون مجبر يعني لبعض الأمور. فنأمل لا يحاسب الإزيدي كما يحاسب الآخر، بالعكس احنا لازم يتعاونون لرفع الصدمة اللي وقعت على الإزيدية في الأعوام اللي سبقت، وإن شاء الله ما تنعاد. وما زال يزيدين فاقدين كثير من رجالهم لا يعرفون وين، فاقدين نسائهم، فالله يساعد والله يسامح. والواجب الأول على الإزيديين بجمعة الكلمة، والواجب الثاني ننصح الجميع يعني أخواننا الأكراد بشكل خاص والعرب اللي حولهم، عليهم احترام الإزيديين ومشاعرهم وأموالهم وحلالهم، ويساعدونهم كي يتجاوزوا المحنة التي هم فيها، ومو يزيدون الطين بلة مثل ما يقولون يعني.
وكثير راح قتله يعني بعد ما انتهت الحالة بشغلات أتوقع خاطئة غير صحيحة. نعم بالضرورة هي تكون عبرة للإزيدية بالأول ثم للسلطات الموجودة عندنا أيا كانت السلطة، الإدارة الذاتية ولا جيراننا من ما كانوا العراق ولا كردستان ولا الإدارة الذاتية، بالضرورة تكون في خصوصية الإزيدية، مطلوب منهم المساعدة وليس عكسها. نعم والله أقول لهم إن شاء الله عيد مبروك، وأقول لا يمكن أن التفكك راح يخلق لهم شيء أفضل، الجمعة هي الوحيدة اللي ممكن تخليهم ينالون الاحترام والسلامة في آن واحد، وإحنا يهمنا سلامة الإزيدية وسلامتهم ما تصير إلا بوحدتهم، فليتوحدوا. إذا عندهم مواقف سياسية لا أدري، لكن الموقف الإزيدي يعني بالضرورة يسمعون كلمة كبار الإزيديين وليس الأطراف الأخرى، يعني إن كان الأمير ولا بابا الشيخ ولا يعني الناس اللي عادة مسموعين الكلمة اللي ما عندهم مصالح سياسية، مصالحهم فقط هو الإزيديين أن يبقون بسعادة وكرامة ومكانة، هذه اللي تسمع كلمته. أما الباقيين أصحاب ما أعرف يعني ما أقدر أكمل أكثر من هيك، لأن السياسة ليس لهم الآن، ليس الإزيديين موقف سياسي بالضرورة. يعني في النهاية نبارك وبالضرورة نبارك للأمير حازم بيك بهالعيد المبروك إن شاء الله، وإلى بابا الشيخ والمجلس الروحاني اللي متواجد عنده، وإن شاء الله يقوم بدورهم على أحسن وجه، وإحنا أكثر ما يهمنا العلاقة بيننا وبينهم، أكثر ما يهمنا العلاقة بينهم وبين الآخرين، إحنا أخوانهم من أجيال وليس جيل جيلين ولا قرن ولا قرنين، فرأينا رأيهم ولازم يشاورونا أو إحنا نشاورهم في بعض الأمور، بس مع ذلك الموضوع عيد ونبارك لهم بهذا العيد لأن هذا الطاقم اللي يقود. والسلام عليكم.